بشعار ترقية النزاهة في القطاع الاقتصادي، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وبالشراكة مع مجمع صون الغاز تحيي اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد في نسخته الخامسة. الاحتفال باليوم الإفريقي واخترنا له شعار أو موضوع ترقية النزاهة في القطاع الاقتصادي. من هذا المنطلق أردنا إشراك فعلي للقطاع والمؤسسات الاقتصادية في هذا المجال، ووقع الاختيار على مجمع صون الغاز. اليوم نمشي إلى مرحلة أخرى أكثر أخلاقا، وفيما يخص الجانب التسييري خاصة والعلاقة مع كل الزبائن الصناعيين المقاولين وحتى حتى على المستوى الخارجي. مكافحة الفساد التي كانت وما تزال أولوية على المستوى المحلي تدفع بالجزائر ودول القارة السمراء إلى تنسيق الجهود للحفاظ على ثروات إفريقيا ورفاهية شعوبها. نحن عازمون على استئصال هذه الآفة نهائيا من أفريقيا من خلال تعميم مبادئ الشفافية والمساءلة وتجسيد مبدأ القانون فوق الجميع للنهوض بالاقتصاد وتلبية تطلعات شعوبنا. Le temps est venu de tout mettre en œuvre pour que l'Afrique tente, pour que l'Afrique tienne tête aux autres continents du monde. Oui, nous avons les capacités, nous avons les ressources financières, nous avons les ressources humaines, nous avons la volonté. احتفال النسخة الخامسة سيكون فرصة لتشخيص الداء الذي ينخر الاقتصاد الإفريقي وتجسيد إقلاع حقيقي لقارة تملك كل المقومات وتتمتع بكل الخيرات.